بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة الصف التاسع. اليوم بإذن الله تعالى سوف نعرض لكم أجوبة أسئلة كتاب الطالب للوحدة الأولى وكذلك كتاب النشاط. نبدأ الآن بالسؤال الأول. هنا لاحظوا: ما نوع التغير الفيزيائي في كل من الحالات الآتية؟ ألف: من السائلة إلى الصلبة. هذا يسمى ماذا؟ هذا يسمى التجمد. إذن تسمى التجمد التغير من الحالة السائلة إلى الصلبة. ب: التغير من الحالة السائلة إلى الغازية عند درجة حرارة محددة، هذا يسمى الغليان. وجيم: من الغازية إلى السائلة، هذا يسمى التكثف. نأتي الآن إلى السؤال الثاني: ما تأثير وجود الشوائب في سائل على درجة تجمده؟ يعني إذا كان يوجد شوائب في السائل، هل يؤثر هذا على درجة التجمد؟ هل يؤثر هذا على درجة التجمد؟ الإجابة نقول: تخفض الشوائب درجة تجمد السوائل، إذا تخفض. السؤال الثالث: ارسم منحنى التبريد للماء من 80 سلسيوس إلى سالب 20 درجة سلسيوس مسجلا ما يحدث في الأجزاء المختلفة من الرسم. هذه هي الرسم. هنا لاحظوا، هنا عندنا درجة الحرارة وهنا عندنا الزمن. الآن هنا المادة السائلة عند درجة الحرارة، لاحظوا هنا عند درجة حرارة 80، وهنا عندنا درجة الحرارة سالب 20. يريدنا أن نسجل ونرسم عند درجة حرارة 80 وسالب 20. انظروا هنا المادة السائلة تنزل عندما تكون درجة الحرارة وتبدأ بالتجمد، وبعد ذلك تتحول إلى مادة صلبة عند درجة مادة صلبة عند درجة حرارة سالب 20. السؤال الرابع: ما المقصود بالمادة المتطايرة عندما يتم استخدامها في الكيمياء؟ المقصود بالمادة المتطايرة هو السائل المتطاير، هو الذي يتبخر بسهولة ويمتلك هذا السائل درجة غليان منخفضة مثل العطور على سبيل المثال. السؤال الخامس: رتب السوائل الثلاثة الآتية وفق قابليتها للتطاير من الأكثر إلى الأقل، يعني الأكثر تطايرا إلى الأقل تطايرا، وهي الماء ودرجة غليان الماء 100، وحمض الإيثانويك ودرجة غليانه 117.9 سلسيوس، والإيثانول درجة غليانه 78. بالتالي تكون الترتيب هكذا: أول شيء حمض الإيثانويك، ثم الماء، ثم الإيثانول. طبعا الإيثانول هو الأكثر تطايرا وحمض الأثونيك هو الأقل تطايرا. نأتي إلى السؤال التاسع هنا: كيف تتمكن من فصل الماء عن مياه البحر؟ يعني كيف نفصل الماء عن مياه البحر؟ وذلك من خلال عملية التقطير، من خلال عملية التقطير. السؤال هنا: ب: كيف نفصل الإيثانول عن مخلوط من إيثانول وماء؟ يعني إيثانول وماء، كيف نخرج ونفصل الإيثانول عن الماء؟ الإجابة هي بالتقطير التجزيئي. الآن جيم: بلورات، كيف نفصل بلورات السكر عن محلول السكر؟ وذلك من خلال التبلور، وهو التبخر لزيادة تركيز المحلول، ثم التبريد، ثم التبلور فالترشيح والتجفيف. نأتي إلى السؤال العاشر: ما نوع المواد التي صممت الكروماتوجرافيا لفصلها؟ الإجابة هي المواد الملونة مثل الأصباغ. السؤال الحادي عشر: كيف يمكننا الآن التوسع في استخدام الكروماتوغرافيا لفصل المواد غير الملونة؟ إذا كيف نستخدمها لفصل المواد غير الملونة؟ نقول: باستخدام عوامل تحديد الموقع التي تتفاعل مع البقع غير الملونة لإنتاج لون يمكن رؤيته باستخدام مظهر اللون. السؤال الثاني عشر: عرف مصطلح قيمة RF المتعلق بالكروماتوغرافيا. الإجابة هي: يعطي RF قياسا معياريا لمدى تحرك العينة، والمقصود بهذا وهي المسافة التي قطعتها العينة. في نظام الكروماتوغرافيا ذلك أنه يربط حركة عينة المركب بمدى تحرك جهة المذيب، و RF تساوي ناتج قسمة المسافة التي قطعتها العينة على المسافة التي قطعتها جبهة المذيب. نأتي الآن إلى إجابة تمارين كتاب النشاط للوحدة الأولى. هذا هو الدرس الأول معنا، وهو تغير الحالة الفيزيائية. طبعا هنا معنا هذا الدرس، وهو يوضح الرسم البياني أدناه منحنى التبريد
تسخين لمادة نقية. إذن هذا منحنى التسخين لمادة نقية. ترتفع درجة حرارة المادة التي يتم تسخينها مع مرور الزمن. الآن ما هي الحالة أو الحالات الفيزيائية للمادة عند النقاط A B C D؟ الآن هل هذه سائلة أم صلبة أم غازية أم صلبة أم غازية، وكذلك B و C و D. هنا عندنا طبعا درجة الحرارة كما تلاحظون، درجة الحرارة في درجة سلسيوس، وهنا أيضا عندنا الزمن في السكند الثانية. نأتي الآن أعزائي إلى الإجابة. الإجابة هنا الآن كما نلاحظ طبعا الـ A سوف تكون هي المادة الصلبة، الحالة الصلبة. إذا هذه A، هذه الحالة الصلبة. إذا هنا عندنا الحالة الصلبة. وبالنسبة للثانية هي الحاء، وبي هي الحالتان الصلبة والسائلة، وهي الانصهار قيد الحدوث، يعني الانصهار هو جاري ويحدث. إذا هذه صلبة وسائلة. أما بالنسبة لسي فهي الحالة السائلة. إذا سي هي الحالة السائلة، هذه حالة سائلة. أما بالنسبة للمادة دي فهي الحالتان السائلة والغازية، وهو الغليان قيد الحدوث، يعني يحدث الغليان. الآن نأتي إلى باء، والسؤال كم تبلغ درجة انصهار هذه المادة؟ درجة انصهار هذه المادة نلاحظ هنا درجة الانصهار هي 17 سلسيوس. انظروا هنا إلى هذه المادة بي، درجة الانصهار هي 17. نأتي الآن إلى جيم 115 سلسيوس. هنا عندنا عفوا دال كم تبلغ درجة غليان هذه المادة؟ درجة الغليان 115. إذا نلاحظ هنا 115 درجة الغليان. السؤال الآن دال ماذا يحدث لدرجة الحرارة أثناء تغير الحالة، تغير حالة المادة، يعني مثلا من حالة صلبة إلى غازية، من غازية إلى سائلة، من سائلة إلى صلبة، هذه تسمى تغير الحالة. ماذا يحدث لدرجة الحرارة أثناء التغير؟ نقول تبقى درجة الحرارة ثابتة حتى اكتمال عملية تغير الحالة. فعندما تكتمل عملية تغير حالة هناك تثبت درجة الحرارة. إذا لاحظوا تبقى درجة الحرارة ثابتة إلى متى؟ حتى اكتمال عملية تغير الحالة. نأتي الآن إلى السؤال التالي. ها المادة النقية هنا ليست الماء، كيف نستطيع معرفة ذلك من التمثيل البياني على الصفحة السابقة؟ نقول هنا درجتا الانصهار والغليان لهذه المادة تختلفان عن درجتي انصهار وغليان الماء، حيث أن الغليان هنا عندنا 100 درجة الغليان، والانصهار هي 0. نأتي إلى السؤال واو. أكمل المقطع الآتي باستخدام الكلمات الواردة. نريد أن نستخدم هذه الكلمات مختلفة: الانتشار، الغاز تتوزع، والجسيمات، درجة الحرارة، تهتز، شبكة عشوائية، تنتشر. نريد أن نضعها هنا في الفراغات حتى يكون المعنى هنا صحيح وتكون المعاني مفيدة. نأتي الآن هنا. ينص النموذج الحركي على أن الجسيمات في السائل وفي الغاز تكون في حركة مستمرة. تكون الجسيمات في الغاز متباعدة وتكون حركتها عشوائية. تستقر الجسيمات في المادة الصلبة في مواقع ثابتة وضمن شبكة منتظمة. في المادة الصلبة يمكن للجسيمات فقط أن تهتز في مواقعها الثابتة. تعد السوائل والغازات حالتين من الحالات المائعة عندما تتحرك الجسيمات في المائع، تتصادم وبالتالي يرتد بعضها عن بعض في اتجاهات مختلفة. عندما يتم خلط اثنين من الغازات أو من السوائل فإن الأنواع المختلفة من الجسيمات ماذا يحصل لها؟ تنتشر ويختلط بعضها في بعض. تعرف هذه العملية بالانتشار. الآن عند درجة الحرارة نفسها تتحرك الجسيمات التي تمتلك كتلة أصغر بشكل أسرع من الجسيمات ذات الكتلة الأكبر، يعني ذلك أن الجسيمات الأخف تنتشر وتختلط بسرعة أكبر من الجسيمات الأثقل. نأتي إلى السؤال هنا.
يستخدم البيانات المتوفرة عن المواد المدرجة في الجدول 1 إلى 1 هذا للإجابة عن الأسئلة الآتية المتعلقة بحالتها الفيزيائية. والحالات الفيزيائية هي قلنا الصلبة، السائلة، الغازية، عند درجة حرارة الغرفة 25 سلسيوس وتحت الضغط الجوي 1 ATM. هذه لاحظوا هنا اسم المادة: صوديوم، الرادون، الإيثانول، الكوبالت، النيتروجين والبروبان وحمض الإيثانوليك، وهنا درجة الانصهار لكل مادة، وهنا درجة الغليان لكل مادة. السؤال الأول: أي مادة تكون في الحالة السائلة من هذه المواد عند ضمن أضيق مدى من درجات الحرارة؟ الإجابة هي الرادون. السؤال الثاني: أي مادتين تكونان في الحالة الغازية عند درجة الحرارة سالب 50 سلسيوس؟ نتكلم عن مادتين، المادة الأولى الرادون والثانية النيتروجين. السؤال الثالث: أي مادة لها أدنى درجة تجمد؟ أدنى درجة تجمد. الإجابة هي النيتروجين. السؤال الرابع: أي مادة تكون في الحالة السائلة عند درجة الحرارة 2500 سلسيوس؟ الإجابة هي الكوبالت. أما السؤال الخامس: تغلي عينة من حمض الإيثانويك عند درجة الحرارة 121 سلسيوس تحت الضغط الجوي، استخدم المعلومات الواردة في الجدول للتعليق على هذه النتيجة. نقول: عينة حمض الإيثانويك غير نقية، ذلك أن وجود الشوائب يرفع درجة غليان المادة. نأتي الآن إلى إجابات، طبعا هنا تم الإجابة عليها، إلى السؤال هنا: أنواع الجسيمات، درس أنواع الجسيمات. هنا عندنا تظهر الأشكال من A إلى F جسيمات من المادة، لاحظوا هنا A B C D E F. الآن أكتب رمز الشكل الذي يوضح كل من الذرة، أي واحدة من هذه هي الذرة؟ الآن هنا الإجابة هي A و B و C. إذا هنا A B C هذه ذرات، A و B و C هذه تعتبر ذرات. إذا هذه الثلاثة تعتبر ذرة. الآن السؤال التالي: جزيء، أي من هذه يعتبر جزيئا؟ الذي يعتبر جزيء هو D. إذا D هو الجزيء، إذا هذا جزيء، هذا جزيء. الأيون، أين الأيون؟ الأيون هو F و E. إذا F و E هذا يعتبر أيون. الآن السؤال التالي وهو: صف أوجه التشابه والاختلاف بين الذرات والجزيئات. ما هو التشابه بين الذرات والجزيئات، وما هو الاختلاف بين الذرات والجزيئات؟ نقول: تكون الذرات والجزيئات متعادلة ويمكن أن توجد بمفردها، وتتكون الذرات من جسيم واحد فقط، تحتوي الجزيئات على ذرتين أو عدد أو عدة ذرات تكون مترابطة كيميائيا. إذا هذا هنا عندنا التشابه، وهذا أيضا الاختلاف بين الذرات والجزيئات. الآن السؤال الخامس: صف أوجه التشابه والاختلاف بين الذرات والأيونات. أوجه التشابه والاختلاف: تكون الذرات متعادلة، أما الأيونات فهي تحمل شحنة كهربائية، يعني غير متعادلة. تتكون الذرات من جسيم واحد فقط، في حين أن الأيونات قد تتكون من ذرة واحدة فقط أو من جزيء أو من جزيء. الآن هنا نأتي إلى رسم منحنى تبريد، رسم منحنى. أجرى أحد الطلاب تجربة تسجيل البيانات التالية باستخدام الجهاز المبين في الرسم التوضيحي، أدناه جزء من مشروع علمي حول موضوع تغيرات الحالة. وقام الطالب بصهر مادة عضوية صلبة وبلورية عن طريق وضعها في أنبوبة تسخين مغمورة في حمام مائي، ووضع مجس درجة الحرارة في السائل. الآن لاحظوا هنا، هذا مجس الحرارة، درجة الحرارة وضعه في السائل، وهذا حمام مائي، وهنا عندنا هذا جهاز التسخين وهذا الحاسوب من أجل قراءة النتائج. تابع التغير في درجة الحرارة عند ترك السائل ليبرد، تابع الحرارة.
ثم تم الحصول على البيانات في الجدول، هذه البيانات التي تم الحصول عليها. الوقت عند الوقت الصفر مثلا درجة الحرارة كانت 96.1، لاحظوا عند بعد 5 ثواني أصبحت درجة الحرارة 89.2، إذا قلت. انظروا هنا عندما زاد الوقت يعني عند 5 دقائق أصبحت درجة الحرارة 47. الآن ارسم على ورقة التمثيل البياني أدناه مخططا بيانيا لتغير درجة الحرارة الذي يحدث في هذه التجربة. يعني نريد هذه البيانات أن نوزعها هنا على التمثيل البياني. نأتي هنا إلى التمثيل البياني، هذا هو التمثيل البياني. هنا في الأسفل يكون عندنا الزمن في الدقيقة، وهنا درجة الحرارة. فمثلا على سبيل المثال كانت درجة الحرارة هنا عند 0 96، انظروا هنا عند 0 96 صفر كانت درجة الحرارة 96. أيضا بعد ذلك أصبحت عند 5 عند نصف دقيقة 89.2، انظروا هنا 89.2. وانظروا تبقى تنزل درجة الحرارة تقل وتقل حتى وصلت عند 5 دقائق إلى 47 كما نلاحظ هنا. انظروا عند 5 الدقيقة الخامسة درجة الحرارة كانت 47. الآن هنا عندنا ما هو التغير الذي يحدث في الدقيقة الثانية من التجربة؟ في الدقيقة الثانية ننظر هنا، تبدأ المادة بالتجمد وتتحول من سائل إلى صلب، إذا تجمد. عندنا الآن السؤال جيم، لم ظلت درجة الحرارة شبه ثابتة خلال هذه المدة الزمنية؟ فسر ما يحدث لترتيب جزيئات المادة. نقول هنا تبقى درجة الحرارة شبه ثابتة، لماذا؟ لأن الطاقة الحرارية تستهلك لإبعاد الجزيئات بعضها عن بعض لأنها تتعرض للحرارة، وللتغلب على قوة الترابط بينها وتحويلها من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة. تبقى درجة الحرارة ثابتة أيضا لأنه يتم إطلاق طرد وإطلاق ومعناه إطلاق طرد الطاقة الحرارية، أي إخراجها التي كانت تضعف قوة الترابط بين الجسيمات الموجودة في الحالة السائلة. يؤدي طرد هذه الحرارة إلى تثبيت الجسيمات وجعلها أكثر تماسكا ضمن شبكة بلورية في الحالة الصلبة. نأتي الآن إلى السؤال جيم هنا دال، ما التغير الذي يجب إجراؤه لتنفيذ التجربة باستخدام مركب ذي درجة انصهار أكبر من 100 سلسيوس؟ الإجابة هي سوف تحتاج إلى استخدام حوض من الزيت الساخن عند درجة حرارة أعلى من درجة انصهار المادة التي تتم دراستها، وكما في التجربة أعلاه يترك كي يبرد تدريجيا، يعني نضع الزيت بدل من الماء للتمكن من الوصول إلى درجة الحرارة أعلى، أو إذابة الملح في الماء لرفع درجة غليانه. الآن هنا عندنا أجريت تجربة مماثلة بهدف شرح منحنى التبريد لشمع البرافين، إذن منحنى التبريد. أرسم في الفراغ أدناه شكل الرسم البياني المتوقع لهذه التجربة، هذا هو الشكل المتوقع. هنا نضع الزمن وهنا درجة الحرارة في السلسيوس، ضروري أن تكتب هذه الرموز، وهذا هو المنحنى كما تلاحظون بهذا الشكل. إذا الآن السؤال الثاني هنا، اشرح لماذا يظهر المنحنى بالشكل الذي رسمته، يعني لماذا المنحنى ظهر بهذا الشكل؟ نقول لا يكون المنحنى مستقيما أفقيا، لماذا؟ لأن درجة الحرارة لا تبقى ثابتة أثناء عملية التجمد الشمع، ذلك أن الشمع مخلوط من مواد وليس مركبا نقيا. نأتي الآن إلى السؤال التالي هنا، الدرس التالي، وهو كروماتوغرافيا الورق في السباقات 1 إلى 5. طبعا هنا عندنا هنا نص، هذا النص بعد قراءته يوجد عندنا مجموعة من الأسئلة، انظروا إلى هذا الشكل، هنا جهة المذيب، وهنا خط البداية، وهنا المقياس من 0 إلى 10، وهنا خط البداية من 1 إلى 6، وهنا عندنا البقعة والتي وضعت على هذا التوصيف، هذه بقعة أو عينة الكافيين، وهذه الباراسيتامول، عينة من بول الحصان A، وعينة من بول الحصان B، عينة من بول الحصان C، عينة من بول الحصان D. هذه هي المعلومات هنا التي نتكلم عنها. يستخدم مختبر سباق الخيل الطب الشرعي لكروماتوغرافيا للاختبار ماذا؟ لاختبار وجود عقاقير محظورة
في سباقات الخيل، يعني يريد أن يعرف هل تم استخدام عقاقير محظورة ممنوع أن تستخدم في سباق الخيل. نأتي الآن هنا إلى الأسئلة. أذكر عاملين يحددان المسافة التي تنتقل بها المادة نحو الأعلى. إذا لاحظوا، نسأل الآن، نريد نحو الأعلى على الورقة. هنا تكون الإجابة العاملان هما المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ الكروماتوغرام وكذلك إنجازه. أيضا هنا ذوبانه، ذوبانية المادة في المذيب. إذا المدة الزمنية أولا، العامل الأول المدة الزمنية اللازمة لتنفيذ الكروماتوغرام وإنجازه، والعامل الثاني هو ذوبانية المادة في المذيب. فكلما زادت ذوبانية المادة ماذا يحدث؟ زادت سرعة حركة المادة صعودا على ورقة الكروماتوغرافيا. الآن السؤال التالي. أظهرت النتائج أن عينة وحيدة تابعة لأحد الأحصنة تحتوي على مادة محظورة. حدد هذا الحصان واذكر المادة التي وجدت في بوله. الحصان هو الحصان سي، والمادة التي وجدت في بوله هي الباراسيتامول. الآن السؤال التالي. أعطي سببا لاستخدام هذا العقار. لماذا يستخدم هذا العقار الباراسيتامول؟ يتم استخدامه كمسكن للألم حتى لا يشعر الحصان بالألم. نأتي الآن إلى السؤال هنا دال. تعطى نتائج العقاقير المعروفة بالاستناد إلى ما يعرف بقيمة RF، وهي المسافة التي قطعتها المادة على المسافة التي قطعتها جبهة المذيب. الآن أحسب قيمة ال RF لمادة الكافيين. الحساب يكون هكذا: 7.5 على 10 ويساوي 0.75%، وهي المسافة التي قطعتها المادة على المسافة التي قطعتها جبهة المذيب. لاحظ أنك لا تستطيع التحقق جزئيا من إجابتك، حيث يجب أن تكون قيمة RF أقل من 1. لاحظوا، هذه أقل من 1. الآن نأتي هنا إلى السؤال. أوراق العمل للوحدة الأولى، ورقة العمل الأولى، حالات المادة. املأ الفراغات A B C D في الرسم أدناه بما هو مناسب. لاحظوا هنا، نريد أن نملأ هذه الفراغات. هنا عندنا A B C D، هذه A، هنا عندنا A B C D، وهي الحالات الفيزيائية للمواد. في عندنا مثلا التحول من هذه المادة إلى، إذا انصهرت تحدث عندنا هذه المادة، وهذه إذا تبخرت تحدث عندنا هذه، وهذا الذي تبخر إذا تكثف يحصل، إذا هذا سائل، وهذا تجمد مادة صلبة. نرى الآن الإجابة أعزائي الطلبة. لاحظوا هنا A سوف تكون غاز، إذا هذه المادة غاز، لأن الغاز هو يتبخر، هذه يتبخر، والغاز إذا تكثف يصبح ماذا؟ سائل. إذا بي ماذا سوف يكون؟ بي سائل، وسي صلب، ودي زيادة، هذه دي زيادة، ليست من المواد، ليست من الحالات. الآن هنا عندنا زيادة درجة الحرارة. إذا لاحظوا هنا، إذا زادت درجة الحرارة ما الذي يحصل؟ سوف، هنا قلنا أن سي هي صلب، فإذا زادت درجة الحرارة ما الذي سوف يحصل؟ مثلا المادة الصلبة، الثلج مثلا، الجليد مادة صلبة، إذا زادت درجة الحرارة ارتفعت سوف يحدث انصهار، وإذا ارتفعت أكثر درجة الحرارة إذا يتحول الصلب إلى سائل، وإذا ارتفعت درجة حرارة السائل أكثر يتحول السائل إلى بخار. بعد ذلك إذا قلت درجة الحرارة، انظروا هنا العمود بشكل عكسي، هنا إلى الأعلى زيادة وانخفاض، وهذا الغاز إذا تكثف يتحول إلى سائل، والسائل إذا قلت درجة حرارته أكثر يصبح متجمدا ويصبح مادة صلبة. الآن هنا، ما العامل الفيزيائي الآخر الذي يؤدي إلى تغير الحالة الفيزيائية مع ثبات درجة الحرارة؟ إذا ثبتت درجة الحرارة، ما هو العامل الذي يؤدي إلى تغير الحالة الفيزيائية؟ يعني كيف يتغير الصلب إلى سائل والسائل إلى غاز؟ إذا قلنا أن درجة الحرارة تكون ثابتة، العامل الآخر هو الضغط. إذا الضغط هو أيضا من العوامل التي تؤدي إلى تغير الحالة الفيزيائية. السؤال الثاني. يبين الجدول الآتي كمية كل من المواد الصلبة الخمس المختلفة أدناه بوحدة الغرام.
التي تذوب في 100 غرام من كل من المذيبات التالية: الماء والإيثانول وثلاثي الكلورايثين، وكل ذلك عند درجة الحرارة 20. انظروا هنا، هنا 100 غرام من المذيب، وهنا ملح الطعام، السكر، اليود، الطبشور، اليوريا، وهي 5 مواد، وهنا المذيب الماء والإيثانول وثلاثي الكلورايثين. الآن السؤال: ما المادة الأكثر ذوبانية في الماء عند درجة الحرارة 20؟ طبعا هذه كلها عند درجة، لاحظوا هنا درجة الحرارة كلها عند درجة الحرارة 20. الآن المادة الأكثر ذوبانية، هل هي ملح الطعام أم السكر أم اليود أم الطبشور أم اليوريا؟ الإجابة هي السكر. الآن السؤال التالي، لاحظ هنا السكر 204. ما هو أفضل مذيب لليود؟ اليود، هذا هو اليود، ما هو أفضل مذيب له؟ هل الماء أم الإيثانول أم ثلاثي كلوروإيثين؟ الإجابة هي الكحول. الآن نأتي إلى السؤال جيم: ما المادة التي لا تذوب في أي من المذيبات الثلاثة؟ وهي الطبشور، فالطبشور لا يذوب. نأتي الآن إلى ورقة العمل الثانية. هنا حالات المادة والنموذج الجسيمي الحركي. أكمل الجمل أدناه مستخدما الكلمات التالية من لملء الفراغ. نريد أن نضع هذه الكلمات في هذه الفراغات الموجودة معنا هنا. الإجابة هي تتكون، إذا نتكلم الآن عن هذه، عفوا، هنا تتكون جميع المواد من ماذا؟ من جسيمات صغيرة جدا. تكون هذه الجسيمات في الحالتين الصلبة والسائلة متقاربة، لذا لا يمكن أن يتم ضغط تلك المواد. أما الحالة الغازية فتكون هذه الجزيئات فيها متباعدة وتتحرك عشوائيا. عندما يضغط غاز ماء يتم دفع الجزيئات لتكون أقرب بعضها من بعض. نأتي الآن إلى السؤال الثاني. ألف، تبين الرسوم التوضيحية أدناه كيف تترتب الجسيمات في المواد الصلبة والغازية والسائلة والغازية. هذه شكل أشكال الجزيئات. اكتب أسفل كل شكل الحالة الفيزيائية التي يمثلها، يعني هل A B C أيهما سائل وأيهما صلب وأيهما غاز؟ هذه هي الحالات الثلاث، أيهما الصلب والسائل والغاز. الآن لاحظوا هنا يوجد ترابط بين الجزيئات، إذا هذا الصلب، إذا C صلب، و بي يوجد تباعد كبير بين الجزيئات، إذا بي غاز، و إيه يوجد تباعد قليل ومسافات قليلة بين الجزيئات فهذا سائل. إذا الإجابة هي، أعزائي الطلبة، نقول واحد، إيه هي الحالة السائلة، بي الحالة الغازية، و سي هي الحالة الصلبة. نأتي الآن إلى السؤال باء. أي الحالات تملك الترتيب الأكثر تنظيما؟ الأكثر تنظيما هو هذا سي وهو الصلب. لاحظوا هنا عندنا الحالة الصلبة وهي سي. هنا في أي حالة تكون المسافة أكبر بين الجسيمات؟ هنا بي وهي الحالة الغازية. في أي حالة تكون الجسيمات ثابتة في مكانها؟ تكون ثابتة في مكانها وهي الحالة الصلبة. لاحظوا هنا لا تتغير وإنما تهتز، تكون ثابتة، إذا هذه أيضا سي ثابتة. في أي حالتين تكون الجسيمات قادرة على الانتقال من مكان آخر؟ هي الحالة الغازية والحالة السائلة، تنتقل من مكان إلى آخر. في أي حالة تكون الجسيمات أكثر حرية في الحركة؟ طبعا تكون في الغازية، الحالة الغازية أكثر حرية في الحركة، إذا هنا الحالة الغازية بي أكثر حرية في الحركة. الآن السؤال التالي 3. رتب الجمل الآتية ترتيبا صحيحا لتشرح كيفية تحول الجليد إلى ماء سائل أثناء التسخين، يعني كيف يتحول الجليد إلى سائل الآن عند تسخين الجليد ينصهر. الآن هذه 4 جمل، نريد الترتيب الصحيح لها وهو هكذا. في الجليد الصلب تهتز، طبعا هنا السؤال، هنا الترتيب. في الجليد الصلب تهتز الجسيمات في مواقع ثابتة، هذه أول واحدة. بعد ذلك عند تسخين الجليد تهتز الجسيمات بشكل أسرع وأسرع في أماكنها، وإذا هذه 1 وهذه 2 وهذه 3 وهذه 4. عند درجة الحرارة 0 سلسيوس تهتز الجسيمات بسرعة كافية للبدء بتفكيك القوى التي تعمل على تماسكها وهي الجسيمات، ثم ينصهر الجليد. الآن باء. ينصهر الكبريت عند درجة حرارة 115.
هل تعتقد أن قوة التماسك بين جسيمات الكبريت الصلب هي أقوى أم أضعف من قوة التماسك بين جسيمات الماء في الجليد؟ أيهما أقوى، الكبريت الصلب أم الماء عندما يتجمد؟ وفسر إجابتك. نقول هنا تكون القوة الموجودة بين جسيمات الكبريت أقوى من تلك الموجودة بين جسيمات الماء، لذلك نحتاج إلى درجة حرارة أعلى كي تتوفر للجسيمات طاقة كافية للتغلب على قوة التجاذب. لاحظوا لذلك هنا يذوب عند 115 بين ينصهر عند 115، بينما الماء عند درجة الحرارة عند درجة حرارة أقل، لأنها تحتاج إلى قوة أقل حتى تذوب الجسيمات. نأتي الآن إلى السؤال التالي وهو جيم، يتكثف بخار الإيثانول عندما تنخفض درجة الحرارة إلى أدنى من 70، إذا كانت أدنى من 70 ماذا يحصل؟ يتكثف الإيثانول. هل تعتقد أن قوة التماسك بين جسيمات الإيثانول في بخار الإيثانول أقوى أم أضعف من قوة التماسك بين جسيمات الماء في بخار الماء؟ وبعد ذلك فسر الإجابة. نقول تكون القوة الموجودة بين جسيمات بخار الكحول أضعف من تلك الموجودة بين جسيمات الماء، لذلك يجب أن تنخفض درجة الحرارة بشكل كاف كي تصبح طاقة جسيمات الكحول متدنية إلى حد كاف يجعلها تتكثف معا. نأتي الآن إلى السؤال دال، يبين الرسم التوضيحي التالي كيف يذوب الملح في الماء، صف ذلك بإعادة ترتيب الجمل الأربع أدناه. الآن هنا لاحظوا عندنا ملح وهذا ماء، هذه جزيئات الملح جزيئات الماء، بعد ذلك هذه عملية الذوبان. الملح هي بتبدأ جزيئات الملح بالاختلاط بالماء لكي تذوب، بعد ذلك تنتشر جزيئات الملح بجزيئات الماء بشكل أكبر. الآن هنا هذا ما هو الشرح والترتيب الصحيح. نقول تحيط جسيمات الماء ببلورة الملح، وهذه أولا. ثانيا تنجذب جسيمات الماء إلى جسيمات الملح في البلورة وتحيط بها. ثالثا تتحرر بعض جسيمات الملح الخارجية من البلورة. ورابعا تنتشر جسيمات الملح والماء بعيدا مما يسمح بتحرير المزيد من جسيمات الملح من الطبقة التالية وهكذا. نأتي الآن إلى ورقة العمل التالية، وهي فصل المخاليط. فصل المخاليط 1 إلى 4، تستخدم هذه الأدوات لفصل خليط من الرمل والملح. انظروا هذا خليط من الرمل، نستخدم هذه الأدوات، انظروا هنا، وهذه الأداة لفصل الرمل عن الملح. الآن ماذا تسمى هذه العملية؟ هذه العملية ماذا تسمى؟ هذه العملية تسمى الترشيح. إذا تسمى ماذا؟ الترشيح. الآن السؤال التالي، ماذا تسمى المادة الصلبة التي يتم جمعها في القمع؟ المادة الصلبة هذه التي تجمع في القمع ماذا تسمى؟ هذه تسمى بقايا راسبة. وأيضا السؤال التالي، ماذا يسمى السائل الذي يتجمع في الدورق؟ السائل الذي ينزل هنا، هذا سائل بعد أن يتم وضعه من هنا، هذه المادة تبقى هنا والسائل ينزل، هذا الماء النازل، ماذا يسمى؟ يسمى الرشاحة. الآن السؤال التالي بقى، اكتب مجموعة من الإجراءات توضح بدقة كيفية إجراء عملية الفصل هذه، يعني كيف تتم عملية الترشيح. الكلام بالتفصيل، حرك مخلوط الملح والرمل في الماء الساخن، قم بترشيح المحلول الساخن عبر ورقة الترشيح، تحصل على محلول الملح في الدورق المخروطي والرمل على ورقة الترشيح. السؤال جيم، لإكمال العملية سوف تحتاج إلى إزالة الملح من الماء، كيف نزيل الملح من الماء؟ اشرح بدقة كيف تجري هذه العملية وسمها، يعني ما اسم العملية التي يتم من خلالها إزالة الملح من الماء؟ نقول سخن المحلول في طبق تبخير، إذا عملية التبخير، لتبخر معظم كمية الماء وتحصل على محلول مركز، وهذه العملية تسمى، ودع المحلول يبرد ببطء للسماح بتكوين البلورات، ورشح البلورات ثم جففها بين ورقتي الترشيح، إذا هي التبخير، طريقة التبخير.
الآن الثاني، أكمل الجمل أثناء مستخدم الكلمات التالية. نريد أن نستخدم مركبا، ذرات، مختلفا وعنصرا، نضعها هنا في الفراغات من أجل الترتيب. والإجابة هي جميع المواد مكونة من ذرات. هنالك أكثر من 90 نوعا مختلفا من العناصر، تسمى المادة المكونة من نوع واحد فقط من الذرات عنصرا. وتسمى المادة المكونة من نوعين مختلفين أو أكثر من الذرات المترابطة كيميائيا مركبا. السؤال الثالث الآن. ألف، أعد ترتيب الجمل أدناه لتشرح سلوك جزيئات الماء في بخار الماء، وكيف يتحول البخار إلى ماء سائل. إذا نريد أن نعرف كيف يتحول البخار إلى ماء سائل عندما يبرد عند تبريده. الآن ترتيب هذه هو كالتالي. أولا هنا هذا هو الترتيب. تكون جزيئات الماء في البخار متباعدة وتتحرك بسرعة كبيرة. الآن إذا تصادمت الجزيئات عند درجات حرارة أعلى من 100 سلسيوس فإنها ببساطة ترتد مجددا. عندما يبرد البخار تتباطأ حركة الجزيئات. عندما تتصادم جزيئات الماء عند درجة حرارة 100 سلسيوس أو أقل تتجمع معا، ثم تتجمع كتل الجزيئات معا وتشكل قطرات ماء سائل. الآن ب، يستخدم الجهاز أدناه لفصل مخلوط من الماء والحبر. الآن فصل مخلوط الماء والحبر، هذا انظروا هنا، هذا مخلوط ماء وحبر، وهنا مثلا هذا مكثف خروج الماء من هنا، هذا ميزان للحرارة، هنا يدخل الماء، وهذا ماء نقي، وهنا التسخين، هنا التسخين درجة الحرارة. الآن السؤال الأول، ما اسم هذه العملية؟ هذه العملية التي أمامنا التي من خلالها نقوم بفصل مخلوط الماء عن الحبر، هذه العملية تسمى التقطير. الآن السؤال، الآن عندنا هنا، ما الهدف من استخدام ميزان الحرارة؟ ما هو الهدف من استخدام ميزان الحرارة لقياس درجة غليان السائل المقطر؟ وهو ما الهدف من تمرير الماء في الجزء الخارجي للمكثف؟ لماذا يمرر الماء في الجزء الخارجي هنا للمكثف؟ الإجابة هي لتبريد البخار في المكثف وجعله يتكثف إلى سائل. الآن نأتي إلى إجابات أسئلة نهاية الوحدة. أسئلة نهاية الوحدة، طبعا هنا هذه الإجابات، إجابات السؤال الأول عندكم في الكتاب، هذه الإجابات نعرضها لكم فقط، وبعد ذلك أعزائي الطلبة ترونها في الكتاب. هذا السؤال الأول ألف، وهذا إجابة باء، إجابة جيم. إجابة السؤال الثاني ألف سائلة، باء، جيم، دال، هاء. عندنا هنا السؤال الثالث أيضا، هذه الإجابات يتكون من ألف وباء وجيم ودال. هذا السؤال الرابع، هذه إجابة ألف التقطير التجزيئي، باء التبخير التبلور، جيم التقطير أو التبخر والتكثف، دال. هذا السؤال الخامس، إجاباته ألف مركب، باء 100 سلسيوس، وهذه إجابات جيم ودال وهاء. وبهذا أعزائي الطلبة نكون قد انتهينا من حل تمارين الوحدة الأولى في مادة الكيمياء للصف التاسع، كتاب النشاط، كتاب الطالب، وأوراق العمل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.